اهلا وسهلا فيك معنا مارسيل غريب. كنت عم تعزف على آلة السنطور الجديدة علينا صراحة. نحن معودين على القانون. قانون اكثر. ما هي بونسوار. اهلا وسهلا فيك. يعني بداية اكيد بدنا اياك تعرفنا على هالآلة ووين منشأها. آلة السنطور مثل ما الكل بيشوفها بيتفاجئ اول شيء بفكرها قانون، بيرجع بيشوف مضارب خشب بيقول هيدي قانون، بيرجع بيقول لا. فآلة السنطور يعني عمرها تقريبا 2000 سنة، بتعود للحضارة بلاد ما بين النهرين، يعني المنطقة الواقعة بين العراق والإيران. هيدي المنطقة هونيك. وآلة قديمة كتير، وأنا آلة تقريبا 5 سنين بعزف عليها، وشي سنة مبلش مشروع جدي كتير عليها. هلا بنحكي بصير. نعم رح نحكي عنه لهذا المشروع، لانه صرت مصور 2 فيديوز مع هالآلي، وهونيك صارت العالم عم تسال شو هيدي هي الآلي اللي عم يعزف عليها مارسيل. صورت فيديو بتموز ورجعت ايضا صورت فيديو ونزلتهم، وانا كمان صورت فيديو من جمعه ونزلت هدول الفيديوز. صحيح. بدك نحضر فيديو نرجع نعلق؟ بركي بنحضر شخصيا. يلا بنحضر ونرجع نعلق. لكنة شفنا الفيديو، أول شيء أغاني حلوة عم بتنقيها ورح نحكي عنهم بالتفصيل. خبرنا شو قصة هالفيديو، أخذ صرت لاين لحالك هلأ مارسيل؟ يعني عم بلش أخذ اللاين إذا بدك. بجول آي عملت يا عشقة الوردي، الغنية المعروفة للكبير زكي نصير. نعم. عملتها بفيرسيون أورينتال هاوس، وهلأ مثل ما سمعنا The Godfather الساوند تراك المعروف، يعني الفيلم المشهور. ليه نقيته؟ هلا هودي نقيتهم، وهودي اول 2 واخر 2 بيكونوا مش من تأليفي. يعني العمل الجديد رح يكون من الحان وتأليفي. نقيتهم لانه بحبهم وبحب وصلهم بفيرسيون جديده، مثل ما شفنا الجاد فازر عملها بفيرسيون دابستاب يلي هي كمان الكترونيك ميوزك. نعم. بحب اقول انه الكليب كان من اخراج باميلا خضرا، ويعني ان شاء الله تكونوا حبيتوه. اكيد بفرجك حبينا كثير، وبنعرف كمان مارسيل عملت كمان كونسرت بشهر ايلول وكان ممتع. صح. كمان خبرنا عنه. بشهر ايلول 2 سبتمبر تحديدا عملت كونسرت بمسرح الحكمه، حكمه اشرفيه، وكمان هو كان محطه كثير مهمه بحياتي، يعني مثل حلم وحققته، لانه اجت الناس سمعت الموسيقى من دون ما يكون في اكل او شرب. يعني اجت بس تسمع الموسيقى، وكان كثير الفيدباك كثير حلو. وعم حضر لكونسير جديد ان شاء الله بالصيفيه. صعب العزف عليها هالآلة؟ يعني مثل كل الآلات، لما الواحد يعزف باحتراف بده يوصل لمطاق، في حواجز، في بده يزيد تمرين. آلة صعب شوي لانه عم بعزف بمضارب خشب. يعني ايدي منهم ديركت عم بيدقوا بالوتر، في دائما الفاصل هو هالمضرب. نعم. بين العقل وبين الوتر، فبدها. نعم. تمرين كتير، ومرن عليها كتير منيح، ونحن استمتعنا كتير بالموسيقى اللي سمعناها وشفنا الفيديو كليب كمان. ألف مبروك عليهم هدول الفيديوهات. مارسيل غريب يعطيك ألف عافية، على أمل نرجع نستقبلك مع بألحانك ونحكي كمان عن الكونسرت اللي محضره بقلب بالصيفية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك معنا، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا رح نشوف فيديو هلا نحن. عفوا، لكن بدنا نخبركم إنه كل الأشخاص اللي حابين يبعثوا لنا فيديوهات عن أولادكم، إذا عم يعملوا سكي، إذا عم يعملوا رياضة معينة، فيكم تبعثوا لنا إياهم إن كنتوا كبار إن كنتوا صغار، أيضا على كمان على الويب سايت ال بي سي. مشاهدينا لهم تنتهي حلقه اليوم تحلى الحياه، بنرجع نلتقي فيكم باذن الله الاثنين، وان شاء الله يكون عندكم ويك اند كثير حلو.